وفي خبر عاجل وردنا الآن عن وسائل إعلام تركية، إنقاذ 3 أشخاص بينهم طفل في أنطاكيا بعدما أمضوا 296 ساعة تحت الأنقاض. وحول الموضوع أنتقل إلى عبادة منصور من أنطاكيا من موقع عملية الإنقاذ. عبادة، ضعنا أكثر في تفاصيل هذه العملية. نعم كاترين، يعني الآن نشاهد الفرق تقريبا وصلت إلى الموقع الذي سمع منه الصوت. الآن يعني نشاهد الفرق بعد يعني مساعدة الحفارات وصلت إلى مكان قريب هذا المكان الذي سمع منه الصوت قبل قليل عن طريق فرقة أجنبية قالت بأن هذا المكان يوجد فيه أحياء. الفرق الآن هي بكامل الاستعداد لإخراج الأشخاص الموجودين تحت الأنقاض. طبعا يعني الآن نشاهد هذه الفرق حاولت يعني أن تزيل جزء من الركام الذي كان يعني سببه دمار البناء، والآن هي تحاول يعني أن تقترب أكثر وأن تحاول الوصول وإخراج العالقين يعني الذين ما زالوا أحياء بحسب الفرقة الأجنبية التي أخبرت الفرق الموجودة هنا. يعني كاترين، خلال الأيام الماضية كنا يعني كان الأمل حقيقة تقريبا فقد، لكن اليوم هذا الخبر المفرح حقيقة، يعني رغم تلك يعني الأحزان التي تمر على المدينة. هذا الرغم، نعم يطلب منا الآن الصمت كاترين، الآن يطلب منا الصمت. نعم، حتى عبادة. سماع الصوت. إذن نتابع هذه الصور مباشرة من أنطاكيا خلال عملية لإنقاذ 3 أشخاص بينهم طفل في أنطاكيا بعد مضي قرابة 300 ساعة تحت الأنقاض. نشاهد فرق الإنقاذ والمعدات تحاول الوصول إلى الأشخاص الثلاثة. وخلال عملية الإنقاذ يطلب من جميع من في الموقع الصمت. إذن صور مباشرة تأتينا من أنطاكيا من موقع عملية الإنقاذ لثلاثة أشخاص بينهم طفل بعد مضي 300 ساعة تحت الأنقاض. نعم كاترين، الآن يعني الفرق تقول يعني تأمر الاستمرار والعمل من جديد لمحاولة الوصول للمكان الذي سمع منه الصوت. طبعا هي بناء كان مؤلف من حوالي 7 طوابق انهار بشكل كامل هنا في المكان المتواجدين فيه، وهو في منطقة محاذية لنهر العاص في وسط مدينة أنطاكيا. طبعا الفرق يعني الآن تحاول أيضا العمل من خلال أجهزة، هذه الأجهزة تساعد الفرق على سماع الأصوات داخل الأبنية المنهارة، وأيضا تساعد الفرق على معرفة إذا ما كان هناك أحياء وأماكن وجود تلك هؤلاء الأحياء داخل الأبنية المنهارة. طبعا كاترين، هنا يعني في هذا الحي المتواجدين فيه الأبنية انهارت على بعضها، وهو الأمر حقيقة الذي سبب دمار كبير. تقريبا هنا أغلب الأبنية الموجودة الآن هي أبنية انهارت بشكل كامل، وسبب انهيار أيضا ركام كبير، وكانت هذه الأبنية قد انهارت على بعضها البعض، وهو ما حقيقة أعاق جدا فرق الإنقاذ والفرق خلال الفترة الماضية. إلى فترات العمل كان هناك يعني إعاقة لهذه الفرق وعدم تمكن من الوصول بشكل جيد للأشخاص الذين كانوا عالقين، خاصة الأشخاص يعني الذين كانوا يتواجدون في الأبنية السفلية كالطابق الأول والثاني والثالث. حقيقة كان هناك تأخر كثير لإمكانية الوصول لهؤلاء الأشخاص بسبب
يعني الركام الكثير، والخوف ايضا من 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 يعني اثناء عمليات الحفر الوصول الى الناجين بسبب ايضا تكسر الابنيه وانهيارها مرات نعم. متتاليه. ايضا الهزات الارتداديه كانت تسبب، يعني الهزات الارتداديه التي حدثت خلال الايام الماضيه كانت تسبب ايضا حاله خوف وهلع بالنسبه يعني الان كاترين يعني وصل فريق متخصص اخر للنقطه سيدخل. نعم عباده، بالحديث اكثر عن هذه العمليه، هل سمع صوت الاشخاص الثلاثه؟ كيف اتت فرق الانقاذ الى هذا الموقع؟ طبعا كاترين الفرق الموجودة كانت تعمل في بناء مجاور، فرق أجنبية، هذه الفرق سمعت أصوات ومن ثم انتقلت بشكل مباشر، ويعني طلبت من جميع فرق الإسعاف فرق الإنقاذ التوجه بشكل مباشر إلى هذه النقطة بعد سماع الأصوات. طبعا يعني هنا كاترين بعض الأبنية كانت قد تهدمت وكان هناك فراغات داخل هذه الأبنية، هذه الفراغات هي يعني التي ساعدت يعني الأشخاص الذين نشاهدهم خاصة في الثلاث أيام الأخيرة، الأشخاص الذين خرجوا كانوا هم متواجدون في نقاط داخل هذه الأبنية، هذه النقاط هي عبارة عن فراغات صنعها الدمار الذي حدث، ويعني بفضل تلك الفراغات بقوا على قيد الحياة داخل أبنيتهم. طبعا الفريق الأجنبي أخبر الفرق التركية وقال بأن هذا المكان سمع فيه أصوات، وتم تحديد يعني وجود ثلاث أشخاص وطفل. طبعا الآن يعني نشاهد أيضا هذه الفرق تصل من 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 عدة مناطق في مدينة أنطاكيا لمساعدة الفرق الأخرى في محاولة الوصول ويعني إنقاذ العالقين. هل يوجد أحد من ذوي الأشخاص في الموقع؟ نعم كاترين، لم أستمع السؤال بشكل جيد. هل يوجد أحد من ذوي الأشخاص الثلاثة في الموقع؟ طبعا يعني الان وصلت، يعني الان بدات تصل عائلات كانت تسكن بالقرب من هذا البناء، لان حقيقه يعني في الحقيقه كاترين اغلب الاسر كانت قد فقدت الامل، لكن بعد سماع الاصوات وتحديد الموقع الان بدانا نشاهد اسر من يعني من هذه الابنيه المجاوره ونفس البناء بدات تصل، لكن حقيقه الان لا نعرف بالتحديد من هم يعني الذين كانوا يقطنون هذا المنزل، وايضا هل هم سوريون او اتراك، لانه قبل قليل شاهدت اسره سوريه كانت متواجده وكانوا ينتظرون ايضا، لكن الان الفرق حاولت ابعاد الاشخاص لتسهيل عمليات يعني الفرق الانقاذ للعمل لمحاوله تسهيل عمليات الانقاذ، خاصه ان البناء متهدم بشكل كبير وهناك ايضا تخوفات من تساقط يعني بعض الاجزاء على الفرق الموجوده هنا. فالآن يعني الناس تنتظر، لكن يعني ذوي الأسر التي توجد داخل هذه الأبنية قسم منهم كانوا قد غادروا المدينة بعد فقد الأمل في إخراج أحياء، لكن يعني اليوم هذا الفريق الأجنبي بعد سماعه الأصوات عاد الأمل لتلك الأسر، ويعني عاد الأمل أيضا للفرق الموجودة هنا في محاولة الوصول و يعني إمكانية إخراج أحياء بعد حوالي 300 ساعة. يعني يعني الأبنية التي المتهدمة بهذا الشكل حقيقة كاترين كان هناك يعني كانت الفرص تقريبا معدومة، يعني هذا البناء تقريبا فرص الإنقاذ منه في بداية الأمر كانت هي تقريبا معدومة، لكن يعني الأمل عاد بعد يعني بعد هذه الأيام، وأيضا الأمل عاد بعد سماع الأصوات. هذا الحي تقريبا جميع الأبنية التي توجد فيه هي يعني أبنية تقريبا سقطت بشكل كامل، وكان هناك حالات وفيات كبيرة في هذا الحي. المبنى المجاور بعد حوالي يعني 100 متر كان هناك حوالي ثلاث أسر سورية فقدت بشكل كامل، وأيضا كان هناك عائلتين من الأتراك أيضا فقدوا حياتهم بسبب دمار هذا الحي. فبالعموم هذا يعني الطريق المجاور لنهر العاصي في مدينة أنطاكيا هو أكثر الأحياء التي فقد فيه أشخاص بسبب كمية الدمار التي حصلت فيه، وأيضا بسبب قدم الأبنية. هنا هي أبنية قديمة عمرها حوالي 45 عام وهي سقطت تقريبا بشكل كامل، كان هناك انهيار كبير لهذه الأبنية وكان هناك ضرر كبير على الأهالي وأيضا على الأبنية المجاورة لهذا الإبناء. طبعا نعم. يعني كاترين الآن عبادة يعني لكن رغم مرور أيام مشاهد تفضل عبادة أكمل. نعم نعم نعم
يعني حقيقة ننتظر أخبار أكثر من الفرق، يعني إلى الآن حقيقة لا نعرف الطريقة التي يتحركون فيها، لكن هذه الفرق لديها معدات بدأت تصل كما نشاهد هناك معدات من فرق أخرى وصلت لمساعدة الفرق الموجودة هنا. نعم عبادة، نشاهد يعني عدة فرق على ما يبدو، هل هي من دول مختلفة؟ نعم كاترين، كان هناك فرق من دول كباكستان وأيضا الدول المجاورة لها، هذه الفرق كانت تساعد، أيضا كان هناك فرق هندية وفرق عربية. الآن الفريق الأجنبي حقيقة لم أتمكن من الوصول إليهم لأنهم إلى الآن ما زالوا يعني فوق الركام. هذا الفريق هو الذي سمع الأصوات وهو الذي طلب أيضا يعني قدوم الفرق التركية لمساعدته. كاترين، خلال الأيام الأخيرة كان هناك فرق من أغلب الدول، كان هناك فرق تركية وكان هناك فرق عربية، كان هناك فريق ليبي أخرج 3 أحياء خلال اليومين الماضيات، وكان هناك أيضا فرق من الهند، فرق أيضا من كوريا الجنوبية. هذه الفرق جميعها ساعدت بمعداتها يعني على إخراج الأحياء، وكان لها دور كبير في مساعدة الفرق التركية الموجودة، خاصة الفرق التي يعني هي يعني كانت قد عملت في عدة مناطق وفي مناطق تعرضت لعدة كوارث. نعم عبادة، يعني رغم مرور أيام على الزلزال إلا أن مدينة أنطاكيا تشهد يوميا تقريبا حالات إنقاذ، حدثنا أكثر عن تلك العمليات. طبعا كاترين، يعني العمليات التي جرت في الـ3 أيام الماضية، كان هناك إخراج يعني مساء الأمس كان هناك إخراج لشاب من تحت الأنقاض، أيضا عصر الأمس كان هناك أيضا إخراج لطفل. طبعا العمليات هي مستمرة، وفي جميع المواقع الكبيرة العمليات تجري، ويعني تحاول الفرق الوصول إلى جميع الأشخاص الذين ما زالوا عالقين. كما ذكرت كاترين، كمية الدمار الكبير في مدينة أنطاكيا هو الأمر الذي يعني حقيقة سبب تأخر الفرق في كثير من الأحيان عن عدد من العالقين الذين كانوا يعني ما زالوا على قيد الحياة والذين كانوا ما زالوا متواجدين تحت الأنقاض. طبعا يعني عمليات الإنقاذ الأخيرة كما ذكرت كان هناك فرص أكبر لتلك الأسر الموجودة، يعني فرص النجاة كانت موجودة لتلك الأسر بسبب يعني توفر فراغات ضمن الأبنية أو يعني حتى سرعة وصول الفرق إلى تلك الأسر. طبعا يعني قبل يومين كنت قد التقيت بأحد الأطفال الذين خرجوا بعد حوالي 5 أيام من تحت ركام منزله. الطفل تحدث بأن يعني سبب بقائه على قيد الحياة هو وجوده تقريبا في الطابق الرابع، وهو ما ساعد الفرق بسرعة أكبر من الوصول إليه، بينما حتى يعني بقية أفراد الأسرة كانوا قد فقدوا حياتهم لأنهم متواجدون في جهة أخرى من البناء. هو الطفل الوحيد الذي خرج من 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 يعني من تحت أنقاض منزله. يعني كاترين، تقريبا في اليوم 11 لوقوع الزلزال كان هناك إخراج لرجل وزوجته، كانوا ما زالوا على قيد الحياة، ويعني شهدنا حقيقة يعني في الأيام الماضية عدة حالات أخرج فيها أحياء وكانوا قسم منهم في بصحة جيدة. طبعا تلك العمليات يعني كانت قد استغرقت ساعات متواصلة من العمل، يعني نحن نشاهد قسم من الفرق خاصة في الأبنية التي يسمع فيها أصوات تعمل على مدار 24 ساعة، لا يتوقفون أبدا، يعني في ساعات الليل المتأخر في ساعات الصباح الباكر هذه الفرق تعمل باستمرار وتحاول الوصول يعني إلى الناس العالقين تحت الأنقاض. أيضا كاترين، يعني كان كمية الدمار وتوسع رقعة الأبنية التي انهارت في مدينة أنطاكيا، كان هناك حقيقة لفترات يعني غضب وسخط من الأهالي على يعني على الوضع العام وعدم تمكن الفرق من الوصول، لكن الفرق كانت تقول بأن هذا يعني الكارثة التي حلت على مدينة أنطاكيا وحجم الدمار يعني هو يحتاج إلى وقت طويل، يعني لا إمكانية لهذه الفرق أن تصل أو تتمكن من الوصول إلى جميع الأشخاص بسبب يعني الدمار
الدمار الكبير في الأبنية، يعني هناك أبنية كبيرة يوجد بداخلها 1000 شخص، كان هناك ساعات طويلة من العمل حتى تمكنوا من 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 الوصول إلى جزء من العالقين وأيضا إلى جزء من الأشخاص الذين فقدوا حياتهم. فيعني الحكومة التركية تقول أن العمل ضمن تلك الظروف وكمية الدمار التي حصلت في المدينة هي الأمر الذي أخر الوصول إلى أشخاص إلى هذا الحد. يعني نحن مساء الأمس كنا متواجدين في بعض الأحياء، قالت فرق الإنقاذ أنها انتهت من عمليات البحث وانتقلت إلى عمليات استخراج العالقين ومن ثم يعني إلى عمليات الهدم. فيعني كما الفرص حقيقة هي أصبحت ضئيلة بعض الشيء، لكن اليوم هذا الخبر وهذا. نعم يعني عبادة، سنعود إليك عبادة في سياق هذه التغطية لمتابعة عملية إنقاذ الأشخاص الثلاثة.